وحسني عبد القوي، الشاب الأعجوبة اللي بيحرك تقريبا كل عضلاته وكل جسمه. سامعيني؟ أيوة سامعينك سامعينك محمد. وين حسني؟ بس حسني طيب. ما شايفينه. حسني جنبي اهو. يعني انا الاول، انا يمكن في التقرير كنت حابب اتاكد من حاجه الاول، ان عمود الفقري فعلا في ظهره. حسني صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اول حاجه انا عايز اعرفها، بس نشوف موضوع العمود الفقري ده على الهوا، يعني اللي هو يحصل قصاد الناس الاول، ممكن نشوف حكايه انه فعلا بيطلع من بطنك. طيب يلا. انا عايزك بس الاول يعني ايه، ندي ظهرك للمشاهدين، نتاكد ان في عمود فقري ورا بجد الاول، ونتاكد مع بعض. يعني هنا العمود الفقري دكتور محمد، حضرتك برضو هتعاين معانا، نتاكد بس ان ده عمود فقري موجود هنا. لانه بعد شويه انا شفت انه مش هنا. نقدر نقول موجوده طبعا. ادي دي بتاعت السوراكسك، ودي اللمبر، فكل بس حاجه موجوده. كل حاجه موجوده. طيب. كل حاجه مظبوطه لغايه دلوقتي. طيب طيب حسني تدور كل السباينز يعني واضحه. جاي الكاميرا مان لو سمحت. محمد لو سمحت، اذا بيقرب عليك حسني اكتر، حسني اذا بيقرب عليك حسني اكتر مشان ناخدكم. شايفين هنا في اهو بطنه. طيب شايفين في بطنه طبيعي، في معده وفي كل حاجه. طيب مظبوط. دلوقتي انا هقوم باخفاء المعده. العضله واضحين طبعا زي ما احنا شايفين. احنا عارفين ان طبقه البطن ثلاث عضلات. تمام حسني او ثلاث. اتفضل اتفضل. هيبتدي اخفاء المعده دلوقتي اللي هتشوفوه دلوقتي حضراتكم، هقوم باخفاء المعده. اخفاء المعده. اخفاء المعده. عين معانا حضرتك لما هو يتصرف مع معدته. نعم هنشوف. تمام. يعني دلوقتي وين وداها؟ ابغى اعرف بس. يعني كده هيكل عظمي تقريبا. تمام. العمود الفقري بقى. طب ترك اذا بتسال الدكتور وين راحت كاميرا بس المعده والامعاء وين راحوا؟ او هو نفسه يعني حمد ايش بيسوي فيها بالضبط؟ هنشوف هساله حالا، بس لما نشوف العمود الفقري هنشوف فعلا تخطى الحاجات دي ولا ايه؟ يعني حاجه هنشوفها دلوقتي. لا اله الا الله. دكتور ده العمود الفقري. تمام شوف. قل لي فين المعده. هو من يعني الواضح ان الحركه اللي هو بيعملها هو مدرب عليها، وهي حركه جميله جدا. محمد تركي يا ريت بس تقرب المايك من الدكتور. تماما. فالمعده والكبد بيرتفعوا بشكل اعلى لفوق. وفعلا احنا مسكنا العمود الفقري، هو ما اخفاش المعده ولا حاجه. هو رفع